ثابت البطل أهلاوي يقود الفراعنة لمنصة التتويج الإفريقية 86. الأهلي يعتبر المنبع الأكبر المعتمد لبدء المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب بكافة المراحل، في مقدمتهم اللعبة الشعبية الأولى في مصر وهي كرة القدم، ليكون لاعب المارد الأحمر العمود الفقري لمنتخب مصر في أي مرحلة عمرية. بالعودة للتاريخ نجد نجوما كثيرين تألقوا وقادوا الفراعنة في المحافل الدولية، رفعوا علم مصر في كل مكان تواجدوا به، ساهموا في عزف نشيد بلادهم في كل مكان. من النجوم الذين خلدتهم الذاكرة بحروف من ذهب مع المنتخب الحارس التاريخي ثابت البطل حارس مرمى الأهلي والمنتخب الذي صال وجال مع الفراعنة في أدغال إفريقيا. كم فرحة تم رسمها على شفاه الجماهير المصرية بواسطة البطل، وذلك بتألقه مع زملائه. ثابت البطل خاض مشوارا طويلا مع المنتخب الوطني، بدأ عام 1974 ووصل إلى أن انضم لقائمة الشرف التي مثلت مصر في كأس العالم 90 بإيطاليا التي حققت حلم المصريين الذي غاب ما يقرب من 60 عام. شارك البطل مع المنتخب في العديد من البطولات، كان له دور بارز في العديد من الانتصارات، لعل من أبرزها التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 86 التي نظمتها مصر. كان للبطل دور كبير في المباراة النهائية أمام الكاميرون باستاد القاهرة وأمام ما يقرب من 100,000 متفرج. لجأ الفريقان لركلات الترجيح، أحرز للمنتخب الوطني طارق يحيى، مجدي عبد الغني، علي شحاتة، علي ميهوب، أشرف قاسم، بينما أهدر مصطفى عبدو الركلة الثالثة. تصدى ثابت البطل لركلتي ترجيح ليأتي دور البطل ثابت الذي تصدى لركلتي الجزاء. بعدها أعلن الحكم التونسي علي بن ناصر فوز الفراعنة باللقب الثالث في تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية، والذي جاء بعد فترة غياب تزيد عن ربع قرن، حيث كان آخر تتويج للفراعنة قبلها بالنسخة الثانية التي أقيمت عام 59 ونظمتها مصر. البطل أيضا شارك مع الفراعنة في التتويج بذهبية دورة الألعاب الإفريقية عام 87، ومن قبلها أيضا شارك مع المنتخب في دورة لوس أنجلوس الأولمبية عام 84، ومن قبلها أيضا شارك مع المنتخب في دورة لوس أنجلوس الأولمبية عام 84، فهو له تاريخ وبصمة كبيرة مع المنتخب الوطني.